السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الموديل ده يا بنات موجود عندنا على القناة اللي فيه الفراشات، بس انا كنت حاطة كمان فراشات على اليد مثبتاها ومورياكوا ازاي الموديل يتعمل. بصوا الموديل فيه هنا تركات كده، وفي التنقيس والشكل ده، بصوا واليد بتاعتها غطا والمغناطيس وكل حاجة. فكرت ان انا عايزة اعمل يد طويلة بشكل جديد، فتعالوا هوريكم شكل حلو. طبعا ما تنسوش انا كنت عاملة لكم برضو يد بالقلوب، كنت عاملة لكم يد بالقلوب دي برضو شكل جديد عندكم على القناة، هتلاقيها معمولة لوحدها في فيديو، عشان احنا لازم نغير في الاشكال بتاعة الشنط، علشان كل ما بتغيري وكل ما بتجددي في الشكل الشغل بيتباع اسرع، فاهماني ازاي؟ فانتي لازم تبتكري، لازم تفكري، لازم تعملي حاجات تجذب العميل ان هو يشتري منك. احنا بقينا كتير، مش واحدة ولا اتنين. يعني انا من كام سنة لما ابتديت كنت اللهم بارك كنت لوحدي، كنت شغالة الله ينور، يعني الله اكبر اللهم بارك، اشتغلت حلو قوي. لكن دلوقتي احنا كتير، تمام؟ فلازم تبقي مميزة في شغلك، لازم تحطي تركاية، تحطي حاجة جديدة علشان حاجتك تتباع اسرع، تمام؟ انا قلت نعمل يد كروس بشكل جديد. بصوا انا هدخل في الخرزة اللي في النص دي، وهعمل الخيط على اتنين. انا كمان الخرز معايا مش هيكفي ان انا اعملها غرز رباعية، يعني شوفوا بحاول افكر في اللي موجود عندي وازاي ابتكر كمان بي، يعني حتى اقلل قليل وابتكره واعمله حاجة جديدة عشان حاجتي تتباع اسرع. هتعملي الخيط على اتنين كده، تعالوا هنلضم شوية خرز هلضم شوية ارجع لكم تاني. اهو بنات حطيت 20 واحدة احمر. تعالوا بقى عايزة احط 20 ايه. افتحي كده الخيط بتاعك، هو على اتنين، افتحيه ودككي اهو، هتدخلي الخيط بين الغرز الذهبي دي اهو، تمام؟ اسحبي كده، الفراشه بتاعتي. طبعا الفراشه دي موجوده عندكم في الفيديو بتاع الشنطه، موجود ازاي نعملها، انا عاملاها لكم في الورشه بتاعت الشنطه، ادخلوا عليها كده وهتعرفوا احنا بنعملها ازاي باسهل طريقه. الخيط بقى انا عملته من تحت لفوق اهو، اللي هو ده الخيط التاني، خليه بقى من فوق لتحت، دككيه برضو اهو، دككناها كده. يبقى انا كده ثبتت ايه الفراشه بتاعتي على اليد ده اهو، تمام؟ بص شكلها تمام. وزي ما قلت لكم انا عندي الاحمر مش كتير، تمام؟ فلو عملته يد كروس مش هتكفي، فانا عندي شويه لولي اهو، يبقى هجزق ده مع ده، حط 20 لولي
هعبيهم وارجع لكم تاني. حطيت 20 لولي جبنة واحدة فراشة تانية، وهنعمل نفس الحكاية. هفتح الخيط بتاعي وادككها اهو ما بين الخرز كده، واسحب اهو الناحية التانية، هدككها برضو يعني واحدة من فوق واحدة من تحت، عشان انا كده ابقى ايه مسكت الفراشة بتاعتي، خيطتها بمعنى اصح في اليد اهي. الورشة بتاعت الشنطة بعمل الفراشة بكله عندكم في الفيديو. كده احنا بنعمل شكل جديد لليد بتاعتنا. تمام، هعمل بقى احمر هدكك بقى شوية احمر، هقول لكم كام اهو. بنات بصوا انا عبيت 50 واحدة، عشان ده الاحمر ده اللي هيبقى في النص. تمام، والناحية التانية هيبقى نفس الحكاية اللي احنا عملناها هنا. وتاخدي بالك وانتي بتحطي الفراشة ان الفراشة الناحية التانية تبقى على عدل كده، يعني انا عايزاها على عدل كده، فاهمين؟ كده زي الناحية التانية، فخدي بالك وانتي بتحطيها. هنا هحط بقى واحدة زي ما عملنا، بس احنا عكسنا المكان عشان تبقى على عدل اهي. دخلتها كده الناحية التانية، هعكس يعني لو فتلة من تحت التانية هتبقى من فوق عشان ابقى خيطتها. تمام اهي، طبعا الفراشات اللي كانت على اليد الموديل اللي اتبعتلي من البنات هو كده، فانا عملته لها زي ما هي عايزاه، فاهميني؟ لكن انا كذوقي بقى بعد كده لو انا عايزه اغير في الموديل عشان ما يبقاش اوفر، فانا فكرت في اليد دي لها علاقه بالموديل، وفي نفس الوقت هتدي شكل حلو قوي قوي، فاهميني؟ انا هرجع بقى اعمل نفس الحكايه. انا عندي هنا 20 واحده باللولي هحطهم، وبعدين هحط الفراشه الثانيه، وبعدين هحط الاحمر ده. تمام، يبقى انا كده ابتكرت يد جديده للشنطه كروس، ولها علاقه بالموديل وبتفاصيله، وفي نفس الوقت حاجه جديده تجذب العميل. تمام، شكلها روعه. تمام، هخلص وارجع لكم تاني اهو. بنات عملنا الناحيه دي زي الناحيه دي بالظبط اهو، بنفس العدد بنفس كل حاجه. تعالوا بقى نثبتها في الشنطه بتاعتنا في نفس المكان، نفس الخرزة اهي، دخلنا فيها الناحية التانية، نخش فيها هنا اهي. الخرزة التانية اعمليها العكس، دخليها العكس. انا مش شايف، انتوا مش شايفيني ولا ايه؟ اهي انا دخلت اهي نفس الخرزة اللي دخلناها الناحية التانية، وبعدين الخيط التاني بتاعها هخش بيه من الناحية التانية اكس عكس نغم. من فضلك هاتيلي البنز. واحدة عكس التانية كده، وهنلف بقى في الشنطة نطلعها
اقطعها كده من الناحية التانية. تمام. اهو الاثنين اهو. هتلفي بقى في الشنطه كده داير ما يدور، وتربطي ربطتين حلوين، وتتوهي خيطك. وبكده بقى ده شكل اليد الكروس اللي احنا عملناها باقل الخامات اللي عندنا، لان زي ما قلت لكم ان انا الخرز بتاعي كان شويه، وحبيت ان انا اعمل يد كروس تدي شكل وجمال للموديل. فالحمد لله الواحد بيبتكر وبيجدد علشان شغله يبقى متميز في وسط الناس اللي حوالين مننا. اتمنى الورشه تكون عجبتكم وتكون سهله وبسيطه عليكم. زي ما قلت لكم ورشه الشنطه نفسها موجوده عندكم على القناه، هسيبها لكم في صندوق الوصف. واللي بيسال على صندوق الوصف هو فين يا بنات، دوسوا تحت الكلام اللي موجود عندكم تحت الفيديو، هتلاقي المزيد، كلمه المزيد دوسي عليها هيدخلك على اللينكات وصندوق الوصف وكل اللي فيه. اتمنى الورشه تكون عجبتكم، تكون سهله وبسيطه عليكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.